هذا السجال ليس هذه السنة فقط، وإنما هو سجال سنوي، والظاهر أننا استعظنا عن السجال الذي كان يرتبط بالشعائر وببعض الشعائر بهذا السجال الذي يتحدث عن ما ينبغي طرحه عن المنبر، تصنيف المنابر إلى أقسام شتى، ثم الحكم على كل منبر، هذا يليق وهذا لا يليق، هذا يناسب المنبر وهذا لا يناسب المنبر. فالقضية ليست جديدة، وإنما كل عام نفس القضية تتكرر، وتقريبا نفس الأقلام تكتب والآراء لا تتغير. الفكرة التي أريد أن أطرحها قبل أن نتحدث عن كيف أنا شخصيا أختار المواضيع، هو سؤال محوري. أنا هل المنبر هو أمر ثابت بمعنى أنه عندنا قالب ومجموعة معلومات سواء كانت تاريخية أو روائية أو غيرها لابد أن تتكرر في كل عام، أو أن المنبر دوره تلبية احتياجات المجتمع المؤمن، أو القيام بنهضة إصلاحية التي هي أساس الحركة الحسينية، فهو خرج لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا أن المنبر هو امتداد للحركة الحسينية فلا بد أن يكون ملبيا لاحتياجات المجتمع. بناء على هذا إذا قلنا بالرأي الأول فالمنبر ثابت، له مجموعة معلومات لا بد أن يتكرر ذكرها في كل عام. أما لو قلنا بالثاني أن المنبر يلبي احتياجات المجتمع المؤمن المتدين، فما يطرح على المنبر سيكون متغيرا لتغير الاحتياجات. وهذه هي القضية الأساسية التي تفتح السجال. قبل أن نتحدث عن قضية هذا الموضوع يطرح يناسب أو لا يناسب، لابد أن نتفق هل المنبر دوره هو العبرة فقط بسرد مقتل الحسين عليه السلام وسرد أهم الأحداث التاريخية المرتبطة به، أم لا، هو يلبي هذه الاحتياجات. الآن لما نأتي للمواضيع، كل خطيب إذا يؤمن بهذه الفكرة الثانية أن المنبر دوره هو الإصلاح، دوره تلبية ما يحتاجه المجتمع في شتى الأصعدة، طبيعي جدا أنه سينطلق في اختيار موضوعاته العاشورائية من حاجيات المجتمع. يعني سيقوم أولا بالرصد، رصد ما يحتاجه المجتمع، ثانيا سيقوم بتصنيف ما رصده إلى حاجة فكرية، حاجة عقدية، حاجة فقهية، حاجة اجتماعية، حاجة تاريخية، ثم سيقوم بالترتيب الأهم فالمهم فالأقل أهمية. أنا شخصيا أتبع هذا المنهج، يعني طيلة السنة من يوم 13 من محرم لما أنزل من المنبر آخر يوم أفتح ملف أقوم بتسجيل ما أرصده في المجتمع، وطبعا بالاستعانة بالإخوة الشباب الذين هم أكثر احتكاكا بالمجتمع وأكثر رصدا لما يجري فيه، تقريبا لمدة 10 أشهر أو 9 أشهر رصد، ثم تبدأ قضية التصنيف والترتيب والكتابة.